ما حكم الخروج من المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب بحجة أن الخطبة لم تعجبه؟ سيفوت على نفسه أجر صلاة الجمعة. ومسألة الخطبة لم تعجبه أمرها نسبي، يعني ما كل الخطب تعجبنا كلها، فيها خطب كثيرة فيها سلبيات وأحاديث ضعيفة، لكن هل صدر من الإمام كفر؟ إذا صدر منه كفر لا تصلي معه ولك عذر، لكن خطبة لم تعجبك؟ لا تعجبنا خطب كثيرة.